مرحبا بكم. يوجد حول العالم العديد من الأشخاص الفريدين من نوعهم، والذين يحاولون القيام بعمل أشياء مميزة، حتى إن البعض تتم بينهم علاقة تزاوج تجعلهم فريدين عن باقي الأشخاص حول العالم. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف معا على مجموعة من هؤلاء الأشخاص، ولكن أولاً مشاهدين الكرام ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. تعتبر هذه العلاقة واحدة من العلاقات الغريبة جداً، وذلك بسبب أن هذه المرأة أكبر من هذا الشاب التي قد تزوجت به بحوالي 53 سنة بالكامل، حيث يقال أنه عند بداية التزاوج كان هذا الشاب يبلغ من العمر 19 سنة، بينما كانت زوجته تبلغ من العمر 72 سنة، وهذا يعني أن العلاقة بينهم غريبة من نوعها بسبب اختلاف فرق السن بدرجة كبيرة بين كل منهما. ولكن هذا نال إعجاب ودهشة من الكثير من الناس، ولكن الحب الموجود بين هذا الشاب وهذه المرأة جعلهما قادرين على تجاوز كل هذه السخرية التي كانوا يستقبلونها من كل شخص ينظر إليهم. ولكن على عكس السخرية، هنالك البعض الذي يرى أن هذا الشاب وزوجته فريدين من نوعهم حول العالم، على عكس المألوف والمعروف، حيث أن العمر مجرد رقم ولا يجب أن يؤثر على أي علاقة حب بين أي اثنين. هذا الرجل يعرف باسم جون، وهذه الفتاة تعرف باسم جايا، وهما يعيشان في لوس أنجلوس. هذا الرجل هو والد هذه الفتاة، ولكنه لم يكن يرغب في أن تبتعد وتعيش عنه بعيداً بعد عملية الزواج، ولهذا قامت هذه الفتاة بعمل هذه العلاقة، وذلك بعد أن تزوجت من شخص آخر واستطاعت إنجاب طفلاً منه، وهي تعيش مع والدها في نفس المنزل. وهذه العلاقة نالت إعجاب ودهشة من الكثير من الناس، وهذا جعل هذه الفتاة قادرة على أن تحقق شهرة حول العالم بسبب هذا الشيء الذي قد قامت به. ولكن هذا قد جعل الكثير من الناس يندهشون من ردة فعل هذا الرجل وزوجته. تمتلك هذه المرأة أكبر صدر حول العالم، حيث يقال أن كل صدر بمفرده يصل وزنه إلى 14 كيلوغرام تقريباً، حيث أنها قامت بعمل العديد من عمليات التجميل حتى تستطيع الوصول إلى هذا الحجم الضخم والمخيف. تعتبر هذه العملية واحدة من العمليات المحظورة في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية بسبب الخطورة التي من الممكن أن تشكلها على حياة الإنسان، ولكن هذا لم يمنعها من الزواج، وجعلها هي وزوجها من أغرب الأزواج حول العالم. هذا الشاب الكازاخستاني الذي يذهب إلى صلاة كمال الأجسام بالاستمرار يتمتع بجسد فريد من نوعه، ولكنه قادر على تكوين علاقة حب وزواج مع هذه الدمية الغريبة، وهذا يعتبر شيئاً غريباً جداً، وذلك بسبب أنه يعامل هذه الدمية كما لو كانت إنسانة حقيقية ويسافر معها في مختلف الأماكن حول العالم. وفي يوم من الأيام تعرض إلى الضرب من قبل الأشخاص الذين يحاولون محاربة هذا الفكر، ولهذا تم تأجيل حفل الزفاف مع هذه الدمية، ولكنه تم في النهاية أمام دهشة وإعجاب من الكثير من الناس. وفي البرازيل يمكنك أن تشاهد أغرب زوج حول العالم، حيث أن هذا الرجل وزوجته يعتبر أنه أقصر زوج حول العالم، بالإضافة إلى أنه لمدة 13 سنة لم يستطع أي شخص تحطيم هذا الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تقابلا في عام 2008، وهذا جعلهما يتبادلان الحب مع بعضهم البعض حتى استطاعوا الزواج بصورة رسمية، بالإضافة إلى أن هذا جعلهم ينالون شهرة كبيرة جدا ليس في البرازيل فقط بل حول العالم كله. هذه الفتاة وأختها توأم متطابق تماماً، ولكن ما جعلهم ينالوا شهرة أكثر هو أنهما استطاعا الزواج من نفس الشخص، حتى إنهم يعيشون معه في نفس المنزل وكلاهما يقيمان العلاقة معه. أدهش هذا الشيء الكثير من الناس حول العالم، ولهذا تم تصنيفهم على أنهم من أغرب الأزواج حول العالم. هذه الفتاة وأختها أيضاً توأم متطابق بطريقة لا مثيل لها،
ولكن المختلف في هذه الحالة هي أن كل واحدة منهما تزوجت من شخص آخر، ولكن هذان الشخصان توأم هما الآخر، وهذا يعني أن التزاوج قد حدث بين أخين توأم ذكر مع أختين توأم أنثى، حتى إن كل واحدة أصبحت حامل في نفس الوقت، وهذا يعني أن الأطفال الذين سينجبون سيكونون فريدين من نوعهم. في عام 2004 كانت هذه الفتاة الأمريكية تزور برج إيفل باستمرار، حتى إنها عبرت عن حبها بشدة إلى هذا البرج. وفي عام 2007 صرحت هذه الفتاة أنها سوف تتزوج من هذا البرج، وهذا أدهش الكثير من الناس حول العالم، حتى يقال أنه تم تغيير اسمها إلى اسم أريكا إيفل. تعيش في برلين، ويقال أنها ترغب في التعبير عن حبها إلى جدار برلين، وهكذا يجعل الكثير من العلماء يصابون بدهشة كبيرة جداً، وذلك بسبب أنه لا يستطيع أي شخص منهم معرفة السبب الذي يجعل هذه الفتاة تنجذب بهذه الطريقة الغريبة إلى مثل هذه المباني والمنشآت. اندهش الكثير من الناس بعد رؤية هذه الصورة التي يظهر فيها هذا الصبي الذي يبلغ من العمر 12 سنة والفتاة التي تبلغ من العمر 13 سنة ويعيشون في نيجيريا وبرفقتهم طفل رضيع، وكان الكثير يطلق عليهم لقب أصغر الآباء حول العالم. ولكن فيما بعد اتضح أن هذه الصورة مزيفة وغير حقيقية، ولكن يقال أنه بالفعل أصغر أم حول العالم تعيش في نيجيريا، ويقال أنها قد كانت تشعر بآلام كبيرة ومشاكل صحية بعد إتمام عملية الولادة وهي في سن صغير. يطلق الكثير من الناس على هذه المرأة اسم كيم كاردشيان إفريقيا، وذلك بسبب أن جسدها ضخم جداً، ولكن الأمر الأكثر غرابة هو أن هذا الرجل القزم زوجها. يعمل هذا الرجل مغني ولديه الكثير من المعجبين، ولكن هذا يعبر عن مدى علاقة الحب بينه وبين هذه المرأة، وذلك بسبب أنه قادر على أن يقيم معها علاقة كاملة بالرغم من اختلاف الحجم المدهش. يقال أنه يعاني من مرض وراثي نادر هو ما يؤثر في الجسد ويجعله بهذا الصغر، ولكن هذا هو أكبر مثال على أن الحب لا يهتم بالمظاهر أو بالأشكال، ولكن يهتم بما يوجد في القلوب. وبالرغم من العديد من الانتقادات التي واجهتها هذه المرأة والذي واجهها هذا الرجل، إلا أنهما قرروا اختيار الشيء الخاص بهم، وهذا جعلهم يعيشون في سعادة طوال العمر. ولهذا تعتبر هذه العلاقة واحدة من أغرب العلاقات حول العالم التي أدهشت الكثير من الناس. مشاهدين الكرام، شكرا لكم لمشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.